هو هذا اللقاء شاف إطار واحد يعني العمل التشاركي اللي تعود المغرب يعني مع الدول العربية فيما يكون شي قانون أو لأن هذا العالم العربي كيعرف نفس المشاكل المتعلقة بالمرأة، تعودنا أنه دائما تيكون شي قانون أو هذه نتبادلوا التجارب. الورشة الحالية جات في واحد الإطار أنه غادي نستمعوا للأخوات التونسيات بالنسبة للقانون العنف ديالهم، وحنايا غادي نقدموا التجربة ديال المغرب خاصة في القانون ديال العنف 133، وهذا التعاون تنشوفوا فين الثغرات، فين يمكننا نشتغلوا مجموعين، فين يمكننا أننا نعطيو أن ناخذوا من التجربة مثلا ديالهم هما وياخذوهم من التجربة ديالنا باش يمكننا حنا عاوتاني نقوموا، لأن ملي تنقول الدول العربية كنعرفوا نفس الإطار نفس المشاكل نفس يعني نفس المرجعية اللي كتحكمنا، وأنه يمكن نطوروا القانون ديالنا بناء على يعني ما جاء في القانون ديالهم، هما كذلك يمكن لهم ياخذوا من القانون ديالنا شنو اللي ناقص عندهم في القانون. وهذه هي الورشة أن وتعودنا بحال قلت لك أنا تعودنا مثلا في مدونة الأسرة تعاملنا مع يعني الدول العربية في تبادل التجارب، وهذا هو اللي كيكملنا كمجتمع عربي من أجل يعني تقديم ما هو أحسن للمرأة المغربية أولا والمرأة العربية والتونسية كذلك. الهدف لم يأتي اعتباطي بل هدف مدروس لتاريخ جمعية التحدي، يعني يهمنا ياسر أنا مش نتعلموا منهم برشا حاجات تجربتهم هي منذ تاريخ سواء هما ولا المجتمع المغربي. نحن ممكن تونس يرى العالم العربي والعالم ككل تحصلنا على قانون 58 هدية، هو لم يأتي هدية، صحيح جاء في فترة وجيزة بعد نضالات 6 سنوات من المجتمع المدني التونسي اللي لقى حريته بعد 14 جانفي 2011، لأنه قبل كانت التحركات والنضالات محدودة، لكن بعد 2011 وجدنا الحرية في النضال في المدافعة في المرافعة في المناصرة والتحرك والتعبئة اللي سهل أن نعملوها. كي جتها الهدية هذه المرأة التونسية الزمن يتطور والعالم يتطور والمشاكل وأنواع العنف تتطور، لابد أن القانون ناقص برشا حاجات لكن جميل، مكسب جميل. مثلا نحن نفتقد توا في الفصول متاع القانون 58 الفصل اللي يحكي لنا على العنف الرقمي، بينما وقت نشوفوا التجربة متاع جمعية التحدي إنها عندها يعني مدة وهي تناضل على الحصول على قانون إنه يجرم ويمنع العنف هذايا، ما علينا كان كيفاش نستدلوا بالمنهجية متاعهم في مناصرة هذا الحق. نحن لاحظنا وقت كورونا مع ارتفاع منسوب العنف ب10 مرات كان الإعلام حضوره مهم جدا، لأن يعني كنا أوبليجي باش الناس كلها تكون في منازلها، التواصل الوحيد مع الخارج هو كان الإعلام، كانت الشاشة، وعبر الشاشة نحن الحقيقة الإعلام التونسي لعب دور كبير في مقاومة هذه الظاهرة رغم أنه كانت الأعداد مهولة دقة ناقوس الخطر. 10 مرات عنا في مارس 2019 تضاعف في مارس 2020 10 مرات، هي تحركت الدولة أنها وضعت رقم أخضر ومركز إيواء وقتي أثناء كورونا، لكن التحرك يبقى محدود سواء نحن كمجتمع مدني أو كمرأة باش تخرج للإبلاغ، لأنه لاحظنا أنه عدد النساء المبلغة على عن طريق الرقم الأخضر مشي نفسها اللي مشيت تبعت المسار القضائي وخذت حقها. هو نحن القانون حدد مفهوم العنف وأنواعه اللي هو النفسي اللفظي الجنسي الجسدي، يعني أما الأنواع الكل موجودة. نحن النضال جاي خاطر الأنواع العنف الكل مسلط على المرأة، المرأة اللي تقبل التعنيف بالعنف ستكون مستسلمة أنها تقبل الصفعة. ثم نحن العنف وصل الآن لحد الجريمة، أصبح جريمة، عنا حالات عنف تحولت إلى جريمة. نحن في مدينة كيف عنا رفقة شيرني زوجها يخدم في الأمن قتلت ب5 رصاصات إثر أفعال عنف جسدية ولفظية. دونك العنف لهنا راهو بأشكال وأنواعه موجود، تترجم في القانون
موجود، لكن وقت طرح القانون 58 لم يكن بنسب كبيرة أو لم يطرح نفسه يعني. أما الآن قاعدين فما منظمات كيما الكريتيف تناضل في الإطار هذايا أن نلقوا قانون يجرم العنف هذا.